في التزلج، الشغل الشاغل لكثيرين بعد نشر صور لها نصف عارية التقطت قبل 3 سنوات أثناء جلسة تصوير. الصور نشرت ضمن رزنامة للترويج للرياضات الشتوية تماما كما يفعل رياضيون عالميون، لكن ما حصل أن فيديو انتشر أيضا عبر يوتيوب يظهر التحضيرات لجلسة التصوير، وجاء كل هذا بالتزامن مع مشاركة شمعون في الأولمبياد الشتوي الذي يقام حاليا في سوتشي الروسية، علما أن الحدث عمره 3 أعوام. البطلة الشابة وعبر فيسبوك أوضحت أن الفيديو والصور التي يتم التداول بها ليست تلك التي ظهرت في الرزنامة، وهي مأخوذة من التحضيرات ولم يكن من المفترض أن تنشر. وهي إذ قدمت اعتذارها للبنانيين أكدت أنها تتفهم جيدا طبيعة المجتمع المحافظ، وطلبت وقف التداول بالصور والفيديو والسماح لها بالتركيز على أمر واحد وهو مشاركتها في دورة سوتشي. وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي لم ترق له صور جاكي شمعون، فطلب من اللجنة الأولمبية اللبنانية التحرك سريعا، وهكذا كان. عقدت اللجنة اجتماعا استثنائيا لها بعد ظهر الثلاثاء برئاسة جون همام. رفضنا واستنكرنا.